قلبه هو الملخص الهام لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية وعلاقتها بالساحات المختلفة على المستوى الإعلامي فيما يتعلق بملف الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. فكل الشكر دكتور صبحي، وأنا سعيد جدا بهذه الكلمة. إنه ومنذ بداية الحركة الوطنية الفلسطينية والعامل الأهم في ضمان واستمرارية الزخم الجماهيري للقضية الفلسطينية ومقارعة الاحتلال ومحاولة